السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الصباح مبارك على الساعة 10 مساء صباحا. هنا ضريح، هذا الضريح من الشيخ بن عبد الكريم، زوجة الشيخ بن عبد الكريم. هذا هو الضريح، إلا زينب زوجة الشيخ بن محمد بن عبد الكريم المغيري، أفعل الله وإياكم ببركاته. هذا الضريح راه من يوم عاشوراء يكون لها يلبسوا لها الباس إلى غاية المولود. أما درك راهم ولاو هاد الناس، هاد بنو صهاين راهم يقلعوا لها الباس نتاعها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.